دائما بهذه الانطلاقات نسير مع مقدمة الشوط والشاهينية على رأس حربة هذا الشوط تنطلق لتقود هذا السرب وهذه الانطلاقة من ذلال المهجنات بشعار هجن الرياسة وبقيادة سعيد بن عيلان المهيري على المركز الأول، بينما تأتي في المركز الثاني البويضة تنطلق على ثاني المراكز من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في تضميرها، بينما المركز الثالث تنطلق في ثالث المراكز وتأتينا الغزيلة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس، كذلك يقدم الغزيلة على المركز الثالث في هذا الانطلاق. أما المركز الرابع بنلقى فيه الشكلة تعود ملكيتها لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها مشاهدين العزاء وأمجاد لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المتحدي سالم بن سعيد بن منانة على رابع المراكز. والمركز الخامس بن صوغان على خامس المراكز لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير، وسادس المراكز من الجانب الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بهذا الانطلاق والاندفاع الجميل والرائع هنا مع هذا الاندفاع. بينما المركز السابع تتواجد في الظبي في سابع المراكز من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثامن هناك زحل تندفع على ثامن المراكز كذلك بشعار هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير، بينما المركز التاسع تاسع المراكز تأتينا الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن عمير العميمي على المركز التاسع والمركز العاشر. هذه نجدة بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحديات شوط المهجنات. ندانا الأول مشاهدين العزاء ولوحة الأربعة كيلومترات 2 كيلومتر من بداية هذا الشوط في هذا المسار وهذا الاندفاع والانطلاق الجميل. هناك نسير بعودتنا إلى المقدمة إلى المراكز الأولى. المركز الأول مشاهدينا الأعزاء شوف تشكيلة جميلة بثلاثية المقدمة، ولكن السيطرة بالبداية من البداية تحت أقدام الشاهينية. الشاهينية على المركز الأول ومسيطرة بالشعار الأحمر شعار هجن الرياسة بقيادة سعيد بن عيلان المهيري من يقود الشاهينية ويقدم هذه النوعية الرائعة والممتازة، بينما تأتي البويضة على ثاني المراكز كذلك تحمل تنافس وتحدي آخر في انطلاقة هذا الشوط من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث تأتي في ثالث المراكز الغزيلة تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن علي بن واس في عملية التضمير على المركز الثالث في هذا الانطلاق والاندفاع. الظبي على رابع المراكز وعينها على الثلاث المراكز بانطلاقها الجميل وأداها جميل مع شعار هجن العاصفة والواثق كذلك المتابع في التضمير. ننطلق مع المركز الرابع أو المركز الخامس في هذه اللحظات لنكمل ندانا للعشر المراكز، والمركز الخامس تتقدم فيه في هذه اللحظات أمجاد لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة في تضميرها، وهناك التواجد على المركز السادس وبلقى غزلان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي يقدم لنا غزلان الميدان في هذا الصباح، بينما المركز السابع في هذه اللحظة تتواجد في الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن عمير العميمي يقدم الشكلة على المركز السابع، بينما المركز الثامن هناك من هجن العاصفة تتواجد نجدة وحمد بن راشد بن غدير في ثامن المراكز، بينما المركز التاسع تواجد على تاسع المراكز من بنت صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سهيل بن
سالم العامري على التضمير وعاشر المراكز تاتينا زحل من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. هذه العشر المراكز للمرة الثانية دعناها إلى حضراتكم في هذا المسار وفي هذا اليوم الجميل مع الذلل مع الحول مع الأصايل الذي سجلت أسماها بحروف من نور بحروف من ذهب في بكل إنجازاتها هناك حتى وصلت إلى هذا السن لتقدم لنا هذا الأداء الجميل والحضور من الكل المضمرين واستعداد ما شاء الله باين لبداية موسم جميل يبشر بالخير يبشر بالتنافس يبشر بالتحدي يبشر بمتابعة جميلة مع رياضتنا العربية الأصيلة. نعود إلى مقدمة الشوط نعود مرة ثانية مع المراكز الأولى مع الانطلاق مع العاصفة وهجنها يبدأ السباق أو ينتهي. يا سلام يا سلام نسير مع الظبي على مقدمة الشوط وبجوار الظبي والمنافسة البويضة للظبي والمنطلقة والمساندة للظبي كذلك في مسار هذا الشوط وتحديات هذا الشوط لتحمل لنا شعار هجن العاصفة هجن الشتاء والصيف نواميس تمسيها ونواميس تصبحها. الله يا سلام ما شاء الله استعداد جميل استعداد جميل وحضور ممتاز لهذا الشعار شعار هجن العاصفة في بداية هذا الموسم وانطلاقة هذا الموسم ومحافظة جميلة كذلك من أبو حمدان حمد بن راشد بن غدير في هذا الانطلاق وهذا المسار. بينما تاتي في المركز الثالث ننطلق مع ثالث المراكز وبنلقى هناك امجاد لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة الشاب المتحدي سالم بن سعيد بن منانة كذلك المنطلق مع هذا الاندفاع. وتاتينا هناك في المركز الرابع وتاتي غزلان مع ابو حمد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ولكن مسري بن سالم بالعرطي الخبره كذلك لها دور ولها انطلاقه في هذا المجال. المركز الخامس في هذه التحديات تأتي نجدة من هجر العاصفة حمد بن راشد بن غدير في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق تواجد هناك للشكل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن عمير العميمي في عملية التضمير والوصول في هذه اللحظة وصلت زحل زحل وصلت في هذا الانطلاق من هجر العاصفة تنطلق على المركز السادس ولكن العودة العودة مشاهدينا متابعينا الكرام إلى الرقص والظبي ظبي الميدان انطلقت مشاهدينا الأعزاء بهذا الأداء ما شاء الله على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق ما شاء الله على هذا التحدي الجميل الذي تحمل شعار هجن العاصفة في هذا اليوم الجميل. الظبي انفردت الظبي باعدت الظبي انطلقت الظبي قدمت كل ما هو جميل ورائع واستعداد جميل ورائع للقاية هناك بانفراد في هذا الانطلاق الواثق حمد بن راشد بن غدير يقودها في هذا الانطلاق بدون أوامر بعرض ذاتي وتلقائي في هذا الاندفاع. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. بينما المركز الثاني شكله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن عمير العميمي على المركز الثاني ولكن خلاص خلوني هناك مع الظبي مع الظبي ليقدم التهنية في هذا صباح لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز وتألق هجن العاصفة في هذا الموسم في بداية هذا الموسم. واشكر الواثق كذلك على المحافظة حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثاني نجد كذلك من هجن العاصفة المركز الثالث وصلت في الشكل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع وصلت في ردم لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس وصول البويضة من هجن العاصفة. هذه الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء ومع المخرج أبو عدنان يستاهل كلمة شكر وتقدير على هذه المتابعة الدقيقة والتوقيت الزمني في هذا الانطلاق 9:36 و9 أجزاء من الثانية بشعار هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز
الثاني وصلت فيها البويضة 9:39 ست أجزاء من الثانية، كذلك بقيادة الواثق مع شعار هجن العاصفة. أما المركز الثالث وصلت فيه الشكلة في 9:39 تسعة أجزاء من الثانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن عمير العميمي. تهانينا للجميع.